أي الضفة الغربية. من منطلق الوحدة والمساندة التي تتجسد خلال الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر، صدحت الأصوات المعتصمة رافضة ما يتعرض له الأسرى، خاصة الأسير الطيار كفاح الطاب المدرب عن الطعام منذ 48 يوما، والذي يطالب باعتباره كأسير حرب وفقا لاتفاقيات جنيف الدولية، إلى جانب وقف الإذلال المتمثل بتعريته بصورة لا أخلاقية داخل السجون. جاء إضرابه تبنيا منه لقضية أسرى الحرب وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة. طبعا هو متبني هذه القضية ليس على الصعيد الشخصي، إنما لتحقيق مطالب له ولجميع الأسرى، حيث أنهم ليسوا مجرمين، أيديهم ملطخة بالدماء، بالتالي فإن إدانتهم بهذه الطريقة هو أمر مرفوض قطعيا. طبعا هذا الموضوع بحاجة لتكاتف داخلي على صعيد الأسرى في سجون الاحتلال، وإلى أيضا تكاتف خارجي بوضع قضية الأسرى على سلم الأولويات وإيجاد حل جذري لموضوع الأسرى. كفاح الطاب وإن كان شعارا للاعتصام الأسبوعي للفترة الأخيرة، فإن رسائل سلام وحرية تسللت سرا وعلانية لتصل لكافة الأسرى، فأطفالهم ونساؤهم وأمهاتهم أثقلتهم حرقة البعد وطول الانتظار لفجر حرية تبيض به كافة السجون. صحته طبعا تعبان لأنه في عنده كتف وبوجعه، فمن فترة مودينه على مستشفى الرملة، فبيعاني طبعا من أوجاع وإشي، لأنه دائما أكثر الأيام في العزل وعدة تنقلات بنقلوه من مكان لمكان بكثرة. فلحد الآن إحنا يعني أنا فيش زيارات إله، أنا وإمارته ممنوعين كليتنا، فبنتمنى ونتأمل أول شيء من السلطة إنها معاناة الأسرى هاي تنهيها نهائيا. نقول لكم يا أسرانا، أسرى الحرية، أسرى الشرف الفلسطيني، بأننا معكم ولكم بالوحدة الوطنية، ولن ننسى أسرانا المعتقلين منذ 36 عام، 35 عام وأسبوع. كريم يونس، وهناك بعض الأسرى الذين يخوضون الطعام، إضراب عن الطعام. وبدورها ومن خلال حشد جماهيري لكافة المؤسسات الرسمية والأهلية وفصائل العمل الوطني، يتواصل العمل الميداني لفعاليات الإسناد للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، للضغط على دول العالم بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ الأسرى من أبشع سجان في تاريخ البشرية. موقفنا الدائم والمتضامن مع أبطالنا في الأسر، وفي كل مرة يكون هناك رمز من رموز الحركة الأسيرة يسلط الضوء عليه، هو اليوم أكثر ما يقال على هذا المناضل العظيم الأخ كفاح الطاب، الذي له الحق وكما للباقي الحق بأن يفرج عنهم أولا. أمعاء خاوية تناضل وتقاوم وتكافح رغم قيود السجن والسجان من أجل نير الحرية وتحرير القدس الشريف. لتلفزيون الفجر الجديد، ريهام أبو حبله.